هكذا بدأ المشهد في الساعات الأولى لفجر الخميس، حيث اضطر الاحتلال لتفكيك بواباته الإلكترونية من أمام مداخل الأقصى المبارك بعد اختبار على مدار أسبوعين المعدن الحقيقي للشعب الفلسطيني. وفي الصباح اكتمل المشهد مع استمرار عمليات إزالة البوابات الإلكترونية والسكك التي كانت معدة لنصب كاميرات المراقبة، والتي زرعت عنوة في محاولة لإخضاع الفلسطينيين وتقييد دخولهم إلى المسجد الأقصى، والتي جوبهت طوال الأيام الماضية بالرفض والرباط والصلاة على أعتاب الأقصى وفي الأزقة المؤدية إليه، إلى حين زوال هذه الإجراءات. نحن اطلعنا على تقرير اللجنة الفنية وأكدت بأن ما وضعه الاحتلال من معيقات خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك والطرق المؤدية إليه قد أزيلت، وهذا نصر لأبناء شعبنا وللجهود التي بذلت لإزالة هذه البوابات. ومع هذا الإعلان عاد نبض الحياة إلى أزقة القدس وحاراتها العتيقة، حيث تحولت نقاط الرباط إلى ساحات عبر فيها الفلسطينيون عن شعورهم بانتصار إرادة الشعب على قوى الاحتلال. حيث أثبت المقدسيون ومن خلفهم الفلسطينيون أنهم أصحاب النفس الأقوى في مواجهة الاحتلال وأدواته وإجراءاته التعسفية.